سؤالين. العلاقة مع نادي الزمالك، يعني كان في بداية المجلس الحالي انه مبادرة رائعة من النادي الاهلي وتلبية دعوة نادي الزمالك وزارة نادي الزمالك، وحسينا ان الدنيا جيدة، وجود كابتن حسين لبيب في النادي الاهلي في تأمين الراحل الكبير العمري فاروق. هل الامور ما زالت جيدة ولا حصل في نوع يعني شوية كده من الهدوء يعني؟ لا لا لا، ما فيش يعني، بالعكس انا في البداية حتى يعني كنت حابب ان انا يعني اوجه رسالة دعاء وتمنيات بالشفاء العاجل لمحمد طارق، طمنا عليه الحمد اقول لله له وحالته سلسلة كويسة الزمالك بفضل الحمد الله لله، الحمد لان هو لله. فعلا من كام يوم حصل موضوع نعم نشر الحريق في لا ربنا البيدق. الحمد لله من عليه الحمد لله انا كلمت يعني. حتى احمد خالد ساعتها نعم عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، شاب جميل. محترم جدا ومن نعم الناس طبعا، اطمنت لان هو كانت طبعا تليفوناته كلها مقفوله، فاطمنت عليه من احمد. لا انا بقول الموقف ان احنا علاقتنا كويسه ببعض، مفيش حاجه يعني. انا مثلا ما عرفتش اوصل لمحمد وقتها، كان تليفونه مقفول، نعم كلمت احمد عشان اطمن عليه وطمني عليه الحمد لله، وقال لي ان هو يعني بس كان في مرحله كده 48 ساعه يعدوا مظبوط. والحمد لله عدوا انا على خير. الدكتور المعالج نفسه كلمته يعني. فالحمد لله. لكن احنا علاقتنا الشخصيه طيبه، مفيش اي مشكله. ساعات بس احنا ممكن نستغرب، بنلاقي تصريحات اعلاميه كده فجاه طلعت اوت اوف نوير كده، مش عارف ايه سببها. غريبة شوي. يعني ما انا ممكن بالنسبه لي بيبقى تقييمها ليا مش في محله قوي، لكن في النهايه العلاقه احنا دايما بنفصل عن النادي الزمالك وعن الاشخاص، يعني احنا دايما بنحترم نادي الزمالك طبعا. كنادي، نعم نادي كبير ونادي جماهيري ونادي ليه تاريخ، وده اللي انا قلته من شويه. دايما نقول نادي الاهلي رقم واحد، نادي الزمالك رقم اثنين، دي مش تارين منه. انت نعم بتتكلم على مستوى افريقيا، ده شيء مشرف لمصر. التاريخ يعني. لا شيء مشرف لمصر ان انت نعم عندك الاول والثاني طبعا. من مصر. بس اللي انا زي ما بقول لحضرتك باخده على ناس حتى مش لازم حاليين، ممكن يبقوا سابقين، ان احنا نبدا عشان نطلع حاجه معينه فنتهم ناس محترمه زورا بحاجات دي انا ما بحبهاش بصراحه. لكن طبعا في النهايه علاقتنا بيهم طيبه، علاقه اخويه، انا يعني معظمهم علاقتي بيهم طيبه على المستوى نعم الشخصي، سواء نصوحي، طارق، احمد خالد، هاني شكري، يعني الناس معظمها، كابتن حسين لبيب من قبل ما يكون على فكره رئيس نادي الزمالك، الراجل كان بيبعت لي رسائل احنا كمجلس نعم اداره، رسائل تهنئه في البطولات القاريه مثلا النادي الاهلي بيكسبها بعيد عن نادي الزمالك، نعم ونفس القصه احنا كنا نعم مثلا بنبعت له وقتها لما كان في اللجنه نعم الثلاثيه او مؤقت. المؤقته، كنا بنبعت له وقتها مثلا في بطولات قاريه بعيد عن النادي الاهلي، كانت علاقه طيبه. ولما والاهلي رحنا، بارك للزمالك بالكونفدراليه والزمالك لا بارك ولما للاهلي رحنا احنا بطوله رحنا مش افريقيا. يعني مش نعم رحنا بنعمل تمثيليه يعني لا ولا ده كان بنعمل فيلم، حقيقي، لا احنا كانت حاجه فعلا من دي كانت القلب حاجه باينه. من القلب، نعم وكانت حاجه ان احنا متضايقين ان كان بقالنا سنين ده صحيح. العلاقه فيها فتور وفيها عصبيه وفيها تجاوزات وفيها وفيها، فكان الدنيا هديت، فكنا احنا حابين ده. طبيعي طبيعي جدا هيحصل مناوشات نعم صغيره، يعني مش هتبقى مناوشات كبيره، يعني نعم برضه لم يحدث تجاوز يعني اخلاقي او لا لا تجاوز لا حقيقي، لكن ممكن يحصل حاجات مناوشات انا رايي مناوشات. كذا، انا رأيي كل واحد بيبقى شايف من رايه ان هو احسن حد في الدنيا. طبعا. لكن في النهايه اللي احنا قلناه من شويه، الارقام والتاريخ والمنطق نعم والعقل بيقولوا ايه صحيح. بس، لكن احنا بنحترم طبعا كل اعضاء مجلس اداره نادي هل الزمالك.